جماعة أنا عايز بس أقول لكم إن أنا بدأت توب عشان أجي أنكوكو، فإيه ريت بس تبصوا له قبل ما أجي يعني. ايوه كده خلاص بقى ارجع مسكوت ما تنكش اللوبه دي بس حلو خالص. هو بدأ بتصيد صح؟ اه بدأ بوت لاست ات بقى عشان الراجل عايز ينكنها. اخلص السيرفر معرفش لاست ات انت لازم ت صح؟ صح بس انت بس انت تكمل بقى سيبها على طول. احنا المفروض ندخلها بقى عشان تباونس بقى. أعزائي الأعزاء سيداتي وسادة المشاهدين والمشاهدات الأحياء منكم والأموات، أسعد الله مساءكم في جميع الأوقات. يرو خلي بالك من جرب انا خد سكاتل بعد سكاتل من عاوز. ادي وردت لا لا ما دخلوش هنا ما عندهمش فرصة. بص هتباونس بقى بالله عليك تسيب الوفا يا اسطى كده تتقل. ايه ده رشيد بوش انا هناخد منهم في الاشياء. انا عايزهم يقدموا بس سيك فاهم. هو بجد انا فاكر فاكر نفسهم هيعملوا ايه وايه الوحاشة اللي اتعملت دلوقتي يا لك يا رحمة الله يختفي قدامنا. عاوز تابع مرة تانية. يا لهوي ازرق يا جدعان حظك اني اضرب في الكان ما عادش اخد دور طارق. اس اس اهم علاقة ولا تويتش ولا البت ممكن لسه عشان منور يا صاحبي يا فندم. ماشي منور اهو بس خلاص كده انا طالع. يا سلام وشي فور كمان. يا سلام حب الناس. انا جاي لك هنا والله ممكن يجيب. تعالى تعالى العب. طب 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 بسرعة ساعة الصوت. خد صوت بليت بسرعة بس طب نلحقه بس ما تزح يا عم علاء غلطة ارجع بقى عشان عالجد مش انا لسه معرفتش اسرع. وش معاك؟ لا ما تبشش امشي امشي يب ماشي بس ماشي شو يا عم غصب عني جالي لاج ف هتضرب عمل لوحدها. ماشي ايه ده انا ممل صح ما خدتش البلاتة لول جيم البلاتة بلاتة ضاع بلاتة جد طلع توب. ماشي حلو انا معاك انا معاك انا اه بص لا عبده تقيل عبده تقيل في الكاونتر جامد. ربنا طول يسترها الكليب ضن قوي انا راجع جد عندكم اهو. ها لا لا عمره ما هيتلك زد سينك يعني. تبدأ الجوست كانت تبقى احلى الجيم ده اصلا. الكلام ده يا اسطى مش على هينفعك بعدين. احنا كنا عاملين حسابنا لا ان انت زد كده كده اتعورت. انا جاي لان مش عارفها مش طايل فلش فلش هيفتح جوست بقى مش عارف. فلش فلش من بدري يا اسطى من بدري اول ما خدت الاورا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك بس ما تتكلمش والله تاني. العظيم كنت المفروض تفلش كنت هلحقك يا اسطى تقول لي بيقول لك نايس اف يا فندم. اه اوكي برو والله كنت هلحقك لو فلشت من بدري. بس يا اسطى اسكت بقى انت واقف في الارض بقى بتاعك. خليت شكلنا واحد بتاع خلاص يا عبد بقى خليت شكلنا. بص لا يا صاحبي يور انا مش باد عارف يا احنا اسطى بصراحه اودي وشي من قرن فين لما يجي الليل بصراحه يعني. لو جيت هكسر لك وشي انا ما كنتش قلت ان انا ما كنتش جاي من اعمل الشيل. لا العظيم. طب وبعدين في القصه دي طيب انا طبعا يا عم لما نرجع نكسبه من هنا. لا انا ثاني مره ارجع ده كل مره يعمل كده يعمل ار ومش عارف افشل يا عم. هو والله العظيم اول ما تقفل ايتم اول ما تقفل ايتم هتبقى اجمل. هو اصلا كوتش اجمد منك في الايرلي سيكا بس بعد ما تجيب ايتمايه مثلا ريش بليد هنكسره. بكرين نفسك ليه كل لازمه يا جدعان سؤال بس. بص رن المتخلف بتاعنا خد منك اه خدت اللي فيه ماليش لازمة. ناس فارما هتضايق في اي بي الوش سي يعني انت عبيط. ناس انا لسه اخلص الارض دي حاسب بس اللي انت تمو عيب والله لو انا مش كنت عايز. لا يا عم روح وعمل ايه اصلا انت خايف من ايه؟ طب يلف لك يا اسطى خليه يلف. استنى هقف لك في الجنب ده اقول لك انا هقف لك في الجنب ده ازاي ما قفل ايتم احنا لا عشان مش جايب بوت. لا يا اسطى الواد بيصعب يا عم. لا هو جايب بول بوت يا اسطى انا جايب مش عامل زد طالع لك يا اسطى زد طالع لك. هموت اصلا هموت هموت. بص شوف الضحك اكسكيوتد نايس الله على الفلاش. اه انا خدت فك لك البلوك عشان ترجع. انا خفت الصراحة خفت
كمان ما اعرفش ان الار بتاع هتاخده البتاع ده لما يطلع 32 ثانية ايا كان بقى. يعني انت معاك ريش بليت في البيز مش عايز ترجع وانا اللي بيعمل؟ ما هو عشان في ايه بس هو الدنيا كم الغباء كده تأخر نفسك على بيت الريفت. خش اصلا ما خلوش ياخد البتاع ده. 600 جولد اقفله اقفله ليه يا اسطى؟ ليه يا اسطى وقفته ليه؟ هو انت في الفرت يا عم جيبي يا جيبي تعالى موت جيبي يا موت تعالى اسف ما بيوان توتس يا جدعان يا ابني احنا ناخد الكلايه احسن ما هم ياخدوا الكلايه. انت غبي ليه؟ تسلم عادة والله انت كاب تفهم انا جالك والله انا جاي ما سايب الار سايب الار يا محمد ما يتجمعوش كلهم يا جدعان على محمد عليا يا جدعان يا لا عمل عندنا كل حاجه على مصر. اتيو تسلم اتيو افش سرعني يا مف سلطان 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 والله لول ايزي فلاش فلاش ايزي والله احنا بنحرقهم والله احنا حرقين ماشي كده خش يا هدوء خش معايا مش معايا ايه خش خش انت يا زميل انت اسرع من الدبل يا صاحبي الدبل مش عارف تمسكه خش يا خش يا اسطى خش يا اسطى جرب بيحبسهم بيحبسهم لدهانة هات يا ولد عبده هو اللي خد اللقطة طلعني احا ايه الهبل ده بقى تيرو انت بنت بنت بالله عليك يا تيرو اوعك تسيبها بالله عليك المصحف بحاول يا صاحبي لا يا اسطى سيبه يموت سيبه يموت سيب زد يقتله اهو جامد يا تيرو جامد يا تيرو يا مش هيموت وزد مكسور عينه والله لا لا خلاص كده خلاص عبد الله لا تبازت لا تبازت بنت امك تعالى والله هيديله بنته طيب بقول له كده عيب لعيب لعيب يون هنعمل ايه في الفجاعه عشان نكسب الرزق ده هنعمل لقطه جيم الصن يا عيني برضو انا مو انا ايه انا مفو انا مفو محتاج شوية بوزيشنينج يسطا يسطا انا لازم اجريهم يسطا جريتهم يعني محتاج ايتم مش كده بس بص دول اللي بياخدوا اللقطة دول انا كل حاجة وفي الناس متنيل انا دخلت ده التويتش ولو ده على التويتش يلا انا اصلا اللي مجري له يا عم متنيل مش ما تويتش اللي عمال يضرب فيك ده مش عايز يطلع يا عيني لو كان رفعت جوه بقى كنت هتتبسط ما كان ما خلي بقى يا نهار ابيض انا عايز التوتش المستوعى انا عايز التوتش بس انا كبر الدوار رحت وقفت على الطرف والله على الطرف على الطرف انا رحت على الطرف وانت في الطرف رحت على الطرف فالواد بقى تاني يا يلطيني يا يلطيني يا يلطيني هيعطيني للأسف يا حمد يا سلام على التضحية جنوب جنوب يا تيرو ايه ايه القرف ده؟ لاجل ليه ما ايه الموتة دي؟ ليه اسمي مصر؟ اسمي اسمي هاخده مرمى يا جدعان كنت عايش كده 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 وقتك يا خالد اثبت يا ابن الوزن اثبت هات يلا هات يلا ايه رايك في البوزيشن يا جماعه؟ سرعني يلا سرعني رد عليك طيب طب والله سرعني يا ماما الماتش ده اصلا مش هعمل كده تاني والله سرعني والله خلاص الجيم خلاص اصلا مش هعمل كده تاني يكون معوش نار يا جدعان ارجعوا يا جدعان ارجعوا 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 هوري موف حاجه ده والله لان انا هوري موف حاجه اهو اهو استنى والله ما انا جاي ايوه قتله قتله خالد خالد مش نكتن يا ولاد العبيط لا يعني انت اكتشفت الموضوع ده بقى 33 دقيقة في الجيم؟ لا ما انا كنت بترول بص يعني يلا خالد اه يا جدعان يلا بينا يا بينا امي انا مش توصل استنى يا جدعان ويا العمال بص ضرب النكسس ضرب النكسس مرة
حرام والله. تويتش هيدف. اه تويتش هيدف لول عبده خلص. شاب عشان ما روحش يفكي ارجعوا بس روح يفكي. ايه الحوار ده يا عم؟ تويتش اهو ادي تويتش اهو موتته. جزوس تاسطا جزوس تاسطا يا جدعان هتهلبوا طيب ولا ايه؟ انتوا متوا؟ مفيش حد مات في مهمة برضه. تسلم ابو علاء تسلم. روح يا اسطى ارجع بقى يا زد. سيبني ناخد الهيب بعد. خالد زد بيخش يتك عليك ار اي. انا عمري ما اعرف ابيلك منه. خلاص ماشي. ما هو الفايت كله في هو اول مره يمكن اصلا. دخلنا مرات على اربعه والله. انا موت الواد في ثانيه يا اسطى. ما جبت تانك ايتم يا اسطى. ايه ده؟ اسحب اللوبه يا عم علاء. اسحب اللوبه لورا. محتاجين ويف. هم للاسف مش محتاجين وضع فعلا. انت ممكن لازم تضرب فيهم محمد علاء على فكره. هترول ليه؟ يا عم انا حاولت 10 ثواني على تويتش. 10 ثواني 7 ثواني. عمره ما هو مستحيل رجاله هتقن. لا هو هترول اللي حصل. جي جي طبعا.